الرستان 11/4/13. مرحبا يا عمو. ليه؟ شو خير، وين كنت تاوي؟ عم تجيب اكل من السواق. عم تجيبوا اكل؟ وين رايحين هلا؟ على البيت، يعني تو اجت قذيفه استشهدوا 3 ناس. اجت قذيفه ماتوا 3؟ واحد اسعفوا واثنين ماتوا. لا حول ولا قوة الا بالله. شو الوضع عندكم بالرستن انتوا هون؟ زفت. يعني قصف على طول بيستمر على الرستن ولا بس بقصف بالنهار ولا؟ لا، كل نهار تطلع الميك بتضرب. وطيران بضرب عليكم غير القذائف. طيب شلون وضع المعيشه؟ متوفر عندكم المازوت، الغاز، المي، الكهرباء في بالرستان؟ ما في شيء. هذا ما متوفر عندكم بالرستان؟ لا. طيب شو متطلباتكم انتم يا عمو؟ ما بدنا قصف، لا بدنا شيء، بس خلي القصف يوقف. بدكم القصف يوقف على الرستان؟ ايه. بس هيك ما بدكم شيء غير القصف يوقف؟ ما بدنا. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب شو تقولوا لبشار اسد انتم هيك؟ لعن روحك. ان شاء الله الله يريحنا منه يا رب. الرستان 11/4/2013.